محطتنا التالية يا نور رح تكون مع حركة مجتمعية وكشفية عالمية، جمعية ونادي الهومنت مين، وما يعرف صح وما يعرف بالفوج الخامس بدمشق. لنتعرف أكثر على كشاف الفوج الخامس ونشاطاته بيسرنا يشاركنا صباحنا لليوم المهندس مهران غزاريان، رئيس الفوج الخامس. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير يا رب. والمسؤول أولى بالفوج كارون موراديان، يسعد صباحكم وميلاد مجيد يا رب. هذا علينا وعليكم، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم على شاشه الاخباريه السوريه. بالبدايه استاذ مهران، خلينا يمكن نعطي لمحه بسيطه عن الفوج الخامس او كشاف الفوج الخامس للمشاهدين نعرفهم عنه اكثر. صباح الخير اول شيء، صباح الخير للمشاهدين والرحمه لارواح شهدائنا الابرار والشفاء العاجل لجرحانا، وكل عام وسوريا بشعبها بجيشها بقائدها ألف ألف خير. هلا بالنسبة لجمعية الهومنت مين، هي جمعية تأسست عالميا سنة 1918، يعني هلا هالسنة عم نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها، هاي على مستوى العالم. أما على المستوى المحلي في سوريا فتأسست جمعية أو نادي الهومنت مين سنة 1924 في مدينة دمشق، ثم في مدينة سنة 25 في مدينة حلب، وبعد ذلك في مدينة اللاذقية سنة 1926، وفي مدينة القامشلي ب 1931. هلأ الهدف الأساسي من الجمعية، خلينا نقول الاهتمام بالفرق الرياضية والكشفية. لاحقا وتتأسست مفوضية دمشق، كنا بالفترة الأولى كل نشاطاتنا باسم الهومنت مين، كنا منشارك بكل النشاطات إن كان رياضية إن كان كشفية باسم الهومنت مين. بس بعد ما تأسست مفوضية دمشق صرنا صار اسم تمت تسميتنا، كنا من أول المنتسبين إلى مفوضية دمشق، وتم تسميتنا باسم الفوج الخامس لكشاف سوريا تابعين لمفوضية دمشق. نعم كاروت، بدنا نحكي معك أول شيء. صباح الخير ويسعد صباحك. بما أنه حضرتك مسؤولة عن الفوج أو عن الكشافة، خلينا نحكي أكثر ونتعرف عن يمكن الإيفنتات أو التفاصيل اللي بتقوموا فيها بدمشق حاليا كنشاطات كشفية. نعم نحن عنا أول شيء اجتماعات دورية، نحن كل أسبوع بنجتمع. طبعا عنا اجتماعين لنفترض على هو الأعمار الأولاد الموجودة عنا بالكشاف، يعني تقريبا بشكل عام يعني كل شيء فيك تعتبري بنعمله. يعني أبي الاجتماع كل الناس، ويمكن تماما هن خلينا نحكي عن وقت الاجتماع، وقت بتجتمعوا يمكن شو هي ابرز المواضيع اللي بيتم طرحها والعمل عليها للمشاركه يمكن بالحياه. هلا نحن الاساس عنا هي المواضيع الكشفيه، يعني نعم. نحن بنحاول انه هن ناسسهم ونعرفهم على الكشاف بشكل الصح، يتعرفوا على الكشاف مين اسسه، كل شيء مواضيع كشفية بتساعدهم بالحياة هن بشكل عام. وإجباري عنا الألعاب والأغاني إن كان كشفية وأنشيد كشفية. عم نشوف يمكن مع بعض على الشاشة بعض نشاطاتكم الكشفية للفوج الخامس. أستاذ مهران، خلينا نحكي أنتم تركزوا أكثر شيء على النشاطات الرياضية والكشفية، فينا نقول يعني هي التركيز الاساسي لكم كجمعيه، وهي شيء جميل يمكن بظل الظروف اللي عم نعيشها بتلاقي نوعا ما الرياضه مغيبه عن حياتنا بشكل عام. هلا التركيز الاساسي مثل ما قلتي حضرتك انه نهتم بالرياضه وبالحركه الكشفيه، بس هلا بظل الظروف الراهنه شويه ما عم نقدر نكمل بالمجال الرياضي، لسبب انه نحن كل تدريباتنا ان كان كفريق كره قدم او سله كنا بنتمرن اماكن التدريب تبعنا كان بريف دمشق، ريف دمشق كله هلا خارج الخدمه، وبالتالي ما عم نقدر نتدرب مشان نقدم مشان نشارك بالمسابقات الرياضيه. هلا كثير مهتمين نحن بالحركه الكشفيه، يعني نحن هدفنا من الكشاف انه بناء جيل صالح وفقا للمبادئ الساميه الحركه الأساسية. الكشفيه. نعم.
ايوه نعم. استاذ مهران، خلينا نحكي شو هي علاقة الفوج الخامس مع باقي الفرق او الافواج؟ هلا علاقتنا جيدة جدا مع باقي الفرق والافواج الكشفية. هلا نحن طبعا بظل مفوضية دمشق عندنا اجتماع دوري مرة كل شهر، وفي بال مثلا عندنا نشاطات مشتركة. هلا بدي اعطيكي مثال عن نشاط مشترك سويناه هذيك السنة كثير ترك اثر بنفسي. برمضان بشهر رمضان الماضي اقترحوا الافواج تبع المتواجدين يعني مقراتهم تشاركية مع جميع الافواج مع الافواج الاخرى، اقترحوا انه الموجودين بدمشق القديمة يعني باب توما انه نجهز وجبة افطار لاخوتنا الصايمين من بقية الافواج. وبالفعل اجوا في يوم من الصبح تشاركنا وسوينا وجبات افطار ووزعنا لكل الصايمين. كانت لفته كثير حلوه يعني من الكشافين تجاه اخوتهم الصايمين يعني. رح نتابع معك الحديث استاذ مهران وكارون، بس خلونا نتابع مقتطفات من نشاطاتكم من نشاطات الفوج الخامس مع بعض ونرجع نتابع حديثنا مشاهدينا. يعني من بعد ما تابعنا من بعد الأنشطة كارون، خلينا نحكي مع حضرتك يمكن عن أهم الأنشطة يلي بتقوموا فيها وكيف التحضيرات وشو هي يمكن أبرز الكرمس والمخيمات وحتى المسيرات الكشفية يلي بتقوموا فيها من قبل. هلأ أكيد تقلصت شوي بسبب الظروف الإزمة. أكيد تفضل. نحن من هلأ مثلا من فترة 3 أشهر تقريبا كان عنا كيرمس عملناه. هو كل سنة بنعمله الكيرمس، فيه ألعاب إن كانت ذهنية ولا إن كانت ألعاب مسلية بتناسب كل الأعمار الموجودة. وعن طبعا هدول كلهم نحن بنشتغل فيهم إن كانوا بالخشب أو البستيريو بورد، كل شيء نحن بنشتغل فيه وبيشاركوا فيه كل العالم الموجودة وبيحبوا يشاركوا معنا. كنا نطلع مخيمات طبعا بظل ظروف الازمه، كنا هلا صرنا من سنتين رجعنا نطلع مخيمات. هي السنه كان مخيمنا بمعره سيد نايا كان لمده 4 ايام. قبل كنا بكسب بس للاسف ما عاد قدرنا نطلع على كسب بسبب الظروف الموجوده بالبلد، وان شاء الله نحن على امل انه نرجع نخيم بكسب. مجرد المحاولة أو إعادة العمل يمكن ضمن الظروف الصعبة اللي عم تعيشوها، هذا إنجاز، مسؤولية كبيرة. هي مسؤولية يعني كتير كبيرة، مجهود كبير ومضاعف لما نقول إنه مخيمات وكشاف ومستمرين. يعني يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. نعم أستاذ مهران، خلينا هيك شوي نحكي بالواقع وأهمية يمكن الفوج باحتضان الشباب والصبايا يلي يمكن عانوا
سنوات كتير صعبة بالشام وبسوريا كلها، يمكن الاجتماعات الكشفية وتفريغ الطاقة من خلال الأنشطة قد ايه مهم لشبابنا اليوم؟ هلا طبعا بالظروف الراهنة بأول سنوات الأزمة ما كنا عم نقدر نجتمع، حتى اجتماعات ما كنا عم نقدر صحيح. نساوي، بس مع مرور الوقت كأنه صار اعتياد، يعني كلياتنا تعودنا وصرنا عم نجي عم نحضر الاجتماعات وعم نشارك بالنشاطات الكشفية. إحدى النشاطات الكشفية اللي قبل شوي ما حكينا عنها انه نحن بنشارك، عنا فرقة موسيقية نحاسية بقلب الفوج، منشارك بكل الأعياد القومية والوطنية، يعني إن كان مثلا بعيد الجلاء أو بستة أيار نطلع منعزف مع بقية الأفواج والفرق الكشفية. طبعا هي يعني هي كمان مشاركة بظل مفوضية دمشق، طبعا هن بيجمعونا مع بعض وكلياتنا بنطلع. نحن بحب هون انوه على شغله، نحن بظل الثمانينات بسنوات الثمانينات كان العصر الذهبي للفرقه الموسيقيه النحاسيه تبعنا، يعني كان عدد الفرقه بيتجاوز ال 150 عازف وعازفه على مختلف الادوات الموسيقيه، يعني مثل الترومبيت، ترومبون، باريتون، اكوليس او طنبور صغير وكبير وصنج وحتى ساكسفون كنا منطلع. كنا مستوانا وقتها كان افضل الفرق الموسيقيه على مستوى القطر، مو بس بدمشق. يعني حتى كل سنه كنا منروح على حلب بملعب 7 نيسان منشارك بالنشاطات الكشفيه. في شي مرتين كمان استدعونا من بيروت، رحنا على لبنان وشاركنا بالنشاطات الكشفيه هناك. يعني أنشطة كثيرة، ويمكن مهارات كثير حلوة إنه هي تتقدم طبعا. إن شاء الله يا رب هيك ترجع الأيام، ترجع الأيام مثل الأول وأحسن أكيد إن شاء الله. الهومينتمن وقت قلنا قبل شوي إنه عمرها 100 سنة هلا، يعني هي جمعية عريقة جدا. نعم صحيح. لها تاريخ حافل. نعم. إن كان بالمجال الرياضي إن كان بالمجال الكشفي. نعم العمر كله إن شاء الله، وإن إن شاء الله بنحتفل بال200 يا رب. شكرا كثير. هلا انا من الناس المتفائلين جدا انه سوريا بدها ترجع احسن من الاول بكثير، اكيد بترجع بجهود ابنائها. بدنا نشكركم كثير كشاف الفوج الخامس على وجودكم معنا، بنتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير.